كاريكاتوريست. أنا نبداو مع الكاريكاتوريست الهادي والمبلغ. طبعا المهم مش كاراكوز، كاريكاتوريست خير شويه. المهم تو نرجع لك على هذيك، وعندك هاوك عندك واحد بشيطه وبرا والله. المهم تي وخيان ميسالش نقصدها باش نولي انا نجنقل وقعد عاقل. توا اليوم باش نحكيو بالحق ولا خلينا نكملوا ضحك شويه وبعد نحكيو. اي سيو يا جماعه نبداو اليوم. حبيت نحكي بالحق في تونس. لقت بحاجه تشبه الحاجه كنا نعرفوها قبل في الامثال نتاعنا، يقول لك الرجوليه تحضر وتغيب ولا الرجوليه تحضر وتغيب. طلعت حتى في الطبقات السياسيه الوطنيه ساعات تحضر وساعات تغيب. الطبقه السياسيه لازم يفهموا الحكايه، وانا اليوم مش باش نطول كيما البارح. الوطنيه بالحق حسيناها عند برشا طبقه سياسيه وبرشا سياسيين تحضر وتغيب. وراو كي تحضر الوطنيه وتفكروا ان انتم توانسه وبالحق لازم تكون ديما حاضره، ما تمشيش وترجع، لازم تكون ديما حاضره واضحه. واعطي المصدح الى نبيل. يعطيك الصحة طبعا. اش تقصد تو انت؟ ما فهمتش. لا والله ما نقصد شيء. نعرف انا شيء رمين معنى في الحكاية. لا والله لا، انا مش احنا انا 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 ما نرميش المعنى. انا مادام تفرش الوطنيه دونك وطنيه، عندي الوطنيه واضح، نركب في كار الكار الوطنيه دونك انا وطني. هناك سلطه وسعد تونسي معنا مادام انا وطني جوستومون. فوالا هاي كاريكاتوريست مع بوكم بكم. انا باش نسكم اليوم البلاد ديمقراطيه كيما تونس فرقش عليها برشا بالديمقراطيه اللي هي موريتانيا. قلت البارح الرئيس نتاع موريتانيا قاعد يتفرج في ماتش ما بين زوز ايكيبات محليه، زوز نوادي محليه. وقفهم خلي يحكي. ما تنجمش تسكت. ديما يحرق. حلو خلي يكمل. ما دام حلو كمل له هو. هاكا وقفهم وعمل الحكايه الاخرى، فهمتي؟ ولا خساره. مروان حرقنا. ذكرني مروان كي واحد يحكي نكته يقول لي نعرفها ما هذيك في الاخر بكل تعب. كاين نحكي فيها مروان. وكانت في السينما الحكايات هذيك، يبدا واحد يتفرج في فيلم قبل وانت تدخل، هو باش يضرب هو باش يموت تو عرفتها. ديما ياكل تريحه. ارجع للرئيس الموريتاني. دونك الرئيس نتاع موريتانيا قاعد يتفرج في الماتش، باين قلق، عنده ما يعمل، الماتش طول عليه، ما قاش فيه امبيونس، ما قاش راحته، طلب يقفل الماتش ويتعداو طول بيلانتيات. هو مزروب. 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 لا بون ما كان تسمح محمد. يسمح يسمح. هو الماتش انطلق. كي شعب يحكي. الماتش كان تسمح معناها شي محمد. خش عليك معناها. اي ماتش مروان. هو الماتش انطلق مؤخر شويه على وقته لظروف امنيه. مؤخر. اي معناها مش في الوقت ساعتين بدا ما ثلاثه. دونك الوقت اللي